الاحصائيه تقول لك الفرق طلع منها مان اوف ذا ماتش قدام القطبين هتلاقيها وثالثهم كمان بيراميدز هتلاقي الموضوع نادر نادر جدا جدا. ادي الكره على طول في وسط الملعب سيف جعفر سيف يحطها لسيد نيمار نشيط متحرك سيد نيمار عنده غيره مش راضي بالنتيجه سيد يحطها لاكينيولا اكينيولا 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 الترقيصه دي كانت حرام ما تبقاش جول الترقيصه دي كانت حرام ما تبقاش جول البنيني قعد عمرو طارق مش ممكن مش ممكن البنيني يسجل هدف التعادل ولسه بتكلم لسه بتكلم بقول لان سيد عبد الله نيمار عنده غيره ومش راضي بالنتيجه يحطها بينيه لسامسون اكينيولا يعمل فنت يقعد عمرو طارق ثم تسديده تصطدم وتغير اتجاهها وتواصل طريقها للشباك. شوف الترقيصه دي مش ممكن مش ممكن مش ممكن تصطدم بايه محمد دياب يتلاعب بثنائي البنيني سامسون اكينيولا في اللقطه اللي فاتت. يا ولد على السحب يا ولد على السبعه يا ولد على السبعه شوف 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 اللقطة اللي فاتت المراوغة والهدوء وحطها تصطدم بمحمد دياب ويدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق البنيني سامسون أكينيولا اللي يسجل تاني أهدافه هذا الموسم. سبحان الله عمر يسجل تاني أهدافه كرة لمست الزناري وسامسون يسجل